دي قعدة الحمام في كوكب اليابان الشقيق، ده الغطا بتاع القعدة. كده قفلناها خالص، شكلها جميل جدا زي ما احنا شايفين. الكومبينيشن مش شايفينه خالص، لكنه مش موجود. بنفتح القعدة كده، تمام، ده الغطا بتاعها، حاجة نظيفة جدا. طبعا الواحد بيستحي ان هو يستخدم حاجة زي كده، او مش بيستحي بقى، وزي ما تقول كده ايه، بتتكسف، واحيانا بتخجل انك انت تستخدمها، لان طب نظيفة زي ما انت شايف، فانت هتخليها مش نظيفة، ولكن لانك بتبقى مزنوق فانت مضطر، وبما انك مضطر فلازم تستعملها. تعالوا نشرح بقى الايه الاوبشنز والامكانيات اللي فيه. اول حاجة الوش بتاع القعدة ده، طبعا هو شكل اللي عندنا، بس هو مش زي اللي عندنا خالص. ايوه اقدر ااكد لحضرتك ان هو مش زي اللي عندنا خالص بجد، صدقني. اولا في المادة اللي هو متصنع منها قوية جدا وسميكة جدا تماما يعني، ومريح جدا. تاني حاجة في سخان هنا جوه هنا سعادتك، يعني في الصيف ما بتشغلش السخان، في الشتاء طبعا عشان ما تكونش القعدة ساقعة وحضرتك قايم من على السرير ودفيان وبتاع، وتيجي تقعد على القعدة بتسمع صوت كده تشش. طبعا ده بسبب فرق درجات الحرارة وفروق التوقيت بين اليابان والبلاد اللي احنا جايين منها. فطبعا بتشغل الزرار ده على اللو، بتكون القعدة يعني دافية خفيف جدا، وعلى الهاي بتكون درجة الحرارة دافية دافية يعني حلوة جميلة. تمام، عندنا هنا زرار، الزرار اللي باللون السحسحي ده، ده خاص بالسيدات، والزرار اللي لونه لبني ده، ده للسيدات وللرجالة. تمام، والزرار ده بيعمل ستوب، يعني بيلغي الوظيفة بتاعت الزرارين دول. طب الزراير دي بتعمل ايه؟ لما حضرتك بتيجي سعادتك، اولا كمان في حساس في الغطا ده نفسه، بحيث لما تيجي حضرتك تقعد فوزن جسمك بيقوم ضاغط على الحساس كده، فبتروح نازلة شوية مية عشان تنضف القعدة لو المية اللي فيها متغيرة او مش نظيفة او كده، بتغير لك المية اللي في القعدة، عشان لو حصل طرطشة أو حاجة من المية جت على حضرتك تكون الطرطشة ديت نظيفة وطاهرة، ما فيهاش بوائم اللي كانت في القعدة أو حاجة. تمام، دي أول مشكلة. طبعا احنا سامعين صوت في زنة جوه، المضخات اشتغلت والسخانات، تمام، والقعدة جاهزة للاستعمال. هنا الزرار ده بتتحكم بيه في ضغط الميه اللي بتطلع لك من الايه، من الشطاف كده، اقل حاجه وكده اعلى حاجه، تمام، على مزاجك، ملهاش علاقه بضغط الميه اللي جاي من الايه، من المواسير بتاعه الميه. هنخليها مثلا على اول التلت الاولاني كده من الدرجات، وهنضغط على الزر ده، هتبدا الشطافه تطلع وتبخ الايه الميه. هنلحقها كده ونقفلها عشان ما تغرقناش، بس طبعا احنا شفناها طلعت اهي. ايوه، ونلحقها كده عشان ما ترشش علينا ميه. هي لما بتوصل لاخر المشوار بتبدا ايه ترش، يعني مش بترش وخلاص، لا، بتستنى لما تطلع للاخر خالص وتبدا ترش الميه. ده زرار زي ما قلنا بتاع السيدات اهوت، تمام، ده بيبقى متقدم للامام شويه، وده الزرار العام بتاع الناس كلها اهوت، بتبقى الميه بتاعته راجع لورا شويه. ده طبعا مش على كوكب بتاعنا خالص، يعني اقدر ااكد لحضرتك انك متحلمش، يعني لازم تيجي اليابان عشان تشوف الدلع ده.